منذ 50 سنة، وبالتحديد في العام 1973، العالم مارتن كوبر مخترع أول هاتف محمول في العالم ونائب رئيس شركة موتورولا الشهيرة، أجرى مكالمته الأولى من هاتف لاسلكي إلى هاتف آخر عن طريق إرسال موجات لاسلكية. واحتاجت شركة موتورولا 10 سنوات لتتمكن من تطوير الجهاز ووضعه في الأسواق سنة 1983. ثم بعد ذلك بسنة دخلت شركة منافسة لموتورولا وهي شركة نوكيا الفنلندية، وصنعت أول هاتف نوكيا محمول سنة 1984. كان يتميز عن موتورولا بطول عمر البطارية. استمرت الشركتين بتطوير الهواتف المحمولة حتى قامت شركة نوكيا ما بين عامي 1996 و1998، وكان أول هاتف محمول يمكن من خلاله الدخول على الإنترنت. وفي نفس الفترة دخلت شركة سامسونج للسوق التي عملت على تمكين خدمات تشغيل الموسيقى والكاميرا. أما في سنة 2007 بدأ عصر جديد بنزول جهاز آيفون شاشة اللمس. لكننا في وقتنا الحالي وبعد تطورات كثيرة في الهواتف المحمولة وإصدار عدد هائل من الهواتف الذكية، سمعنا مؤخرا عن تحضيرات شركة تسلا، نعم شركة تسلا للسيارات، لإطلاق هاتفها المحمول الذي سيغير العالم أو عالم الاتصالات، وقد يسبب خسائر وانهيارات لشركات استمرت ل50 عام. في نفس الوقت سيقدم خدمات لا يمكن أن يقدمها تليفون آخر. فما هي مميزات هذا الموبايل، موبايل تسلا، ولماذا يحدث هذا الضجيج بسبب هذا الموبايل بالذات؟ وهل سينجح إيلون ماسك صاحب شركة تسلا مجددا بإثبات قدرته على التجديد وتقديم خدمات جديدة بأسلوب عصري وحديث وجذاب، أم أن شركات الهواتف المحمول ستكون حاضرة للرد؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. قد تستغرب من آخر الأخبار التي تتحدث عن تسلا أنها ترغب في المنافسة في مجال الهواتف الذكية سمارت فونز، حيث يضم هذا السوق 2 من أفضل وأعرق شركات الهواتف الذكية أبل وسامسونج، اللتان تمثلان حوالي 34% من سوق الموبايلات العالمي و81% من سوق الموبايلات الأمريكية. بالرغم من ذلك تسلا تريد عن طريق هاتفها الجديد تسلا موديل PI منافسة هذين العملاقين على الصدارة في سوق الهواتف الذكية. في نفس الوقت وبسبب مشاريع إيلون ماسك الكثيرة مثل سبيس إكس، نيورالينك وتسلا وغيرها، يمكنه الاستفادة من التقنيات التي طورت في شركاته الأخرى. فأولا سيكون الموبايل قادر على الاتصال بالإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية من خلال مشروعه ستارلينك، وهي خدمة انترنت عبر الأقمار الصناعية تم تطويرها بواسطة شركته سبيس إكس. وعلى الرغم من أن اختبار ستارلينك لم ينتهي بعد، إلا أنه من المتوقع أن يكون أكبر وأفضل خدمة انترنت في العالم. ليش أقول هذا؟ لأن شركة سبيس إكس تبني شبكة مترابطة من آلاف الأقمار الصناعية على المدار الواطئ التي ستوفر إمكانية الاتصال بالانترنت في جميع أنحاء العالم، وسنتحدث بشكل مفصل في حلقة كاملة عن انترنت ستارلينك. التقنية ثانية، سيستفيد الموبايل من تقنيات سولار سيتي، شركة الطاقة المتجددة الخاصة بشركة تسلا، حيث سيتم شحنه عن طريق شرائح شمسية على ظهره، وحتى تقنية البطاريات التي تتميز بها سيارات تسلا قد تتوفر في الموبايل أيضا، حيث ستوفر سعة كبيرة للبطارية وكفاءة كبيرة وسعر معقول، بالإضافة إلى ميزات أخرى في هذا الموبايل كمساحة التخزين الكبيرة بسعة 2 تيرا بايت. أما بالنسبة للاسم تسلا باي فهو مستمد من الرياضيات التي درسناها، علامة الباي اللي هي 3.14. وبالنسبة للألوان سيكون الهاتف بتقنية الفوتوكروميك، مما سيسمح تغيير لون الهاتف حسب انعكاسات وشدة الإضاءة ونوعه. طبعا هذا كلام جميل، ولكن هل هذا مشروع منطقي؟ وهل يجب علينا كمستخدمين للهواتف الذكية أن نهتم بالموضوع أصلا؟ أولا من ناحية منطقية المشروع والتقنية، يمكننا القول بأن إيلون ماسك وشركاته لديهم التقنيات وبراءات الاختراع اللازمة لتطبيق هذا المشروع. فيجب ألا ننسى أن واحدة من أهم قطع الموبايلات وهي الشرائح إلكترونيك سلايدز إحدى اختصاصات تسلا التي تصنع شرائحها بنفسها. وحتى إذا كان هناك تقنية ما ليست مناسبة لهواتف تسلا أو ليست متوفرة حاليا، فإن الشركة تمتلك أفضل الموظفين عالميا. حتى مصمم شركة أبل الأسبق أنطونيو دي روزا أصبح موظف لدى تسلا، ووضع على حسابه على تويتر النموذج الأول لموبايل تسلا. وإذا ركزنا قليلا بالأمر فإنه من الملفت للنظر الطلب الذي سيحصل عليه الموبايل، حيث أن هناك نسبة كبيرة
من الناس الذين يشترون سيارات تسلا. هؤلاء الأشخاص احتمالية أن يشتروا هاتف تسلا عالية جدا، وخاصة أن رضا أصحاب سيارات تسلا مرتفع جدا، حيث أن استطلاع للرأي وجد أن 91% من الأشخاص الذين اشتروا سيارات تسلا سيشترونها مرة أخرى. وأيضا على الأغلب ستقوم تسلا بوضع برمجيات خاصة تربط سيارات تسلا مع هاتف تسلا، وتعطي ميزة خاصة لمستخدمي السيارات أو مستخدمي هاتف تسلا. ومن ناحية أخرى يجب أن نسأل أنفسنا، حتى إن كان تسلا من ممكن أن تنجح بهذا المشروع، لكن لماذا ستدخل بهذا المشروع من الأصل؟ هل هذا استخدام جيد أو استثمار جيد لأموال الشركة؟ أو أنه من الأفضل تسخير هذا المال لخدمة مشاريع السيارات والطاقة؟ إليكم الجواب. الفكرة ليست بأن تسلا معها المال الكافي لهذا المشروع أو لا، لأن الفري كاش فلو وهو التدفق النقدي الحر لتسلا ممتاز جدا، لكن ربما يكون هذا الاستثمار استثمار جيد للشركة، بالإضافة لضرورة تجديد الشركات الشهيرة لمشاريعها بين فترة وأخرى. طبعا الأمر الآخر الذي يجب ألا ننساه من الناحية السلبية هي أنه بالرغم من امتلاك تسلا لمؤهلات تدخل بهذا المشروع، لكن ليس لديها الخبرة المباشرة والحقيقية بمجال الهواتف المحمولة، كما أنها تواجه عمالقة بمجال الهواتف الذكية، خاصة أبل، سامسونج، شاومي، هواوي وغيرها من الشركات. وهناك الكثير من الشركات دخلت من قبل بهذا المجال وفشلت، وتشمل أسماء ضخمة مثل مايكروسوفت. الفارق الوحيد هنا هو أن إيلون ماسك تمكن سابقا من الدخول بمجالات لم يكن قد عمل بها من قبل، وبدأ من الصفر ونجح وحقق ما لم تتمكن الشركات الكبرى من تحقيقه، وخاصة في مجال الفضاء وأيضا سيارات كهربائية. وهناك أسباب خفية لدعم الحكومة الأمريكية لهذا المشروع سنذكرها في الخاتمة. لذا فإن احتمالية نجاح هاتف تسلا باي كبيرة جدا. إذن ماذا سيحصل الشركات إذا أطلقت تسلا هذا الهاتف الذكي؟ سأبسط الأمر لكم من خلال سؤال بسيط. أنت كمستخدم للهاتف الذكي عن ماذا تبحث في هاتفك؟ الجواب بالتأكيد سرعة المعالج، الاتصال بالإنترنت، الكاميرات بمميزات عالية ومتنوعة، جودة البطارية، يتصل بشبكات واي فاي والفايف جي وغيرها، بالإضافة إلى ميزات أخرى. لكن إذا أردت أن تحصل على أعلى جودة بطارية وتخزين في هاتف آيفون، يجب أن تشتري جهاز آيفون 13 برو سعره حوالي أكثر من $1,000 إذا كان بسعة خزن عالية من الشركة مباشرة. وإن كنت تبحث على أعلى جودة كاميرا لدى سامسونج، يجب أن تشتري هاتف S22 ألترا بحوالي $1,100. وفي جميع الأحوال أنت بحاجة لشبكة واي فاي للوصول إلى الإنترنت أو من خلال 5G، وربما يصيبك الملل من لون هاتفك أو تشعر أن مساحة التخزين ليست مناسبة لظروف عملك، وأنك بحاجة لمقبس كهربائي في كل مكان لتشحن هاتفك عند نفاذ البطارية، وهي مشكلة عند الجميع. أما هاتف تسلا الذي من المتوقع أن ينزل الأسواق هذا العام، فهو بالألوان المتعددة والشحن بالطاقة الشمسية والبطارية ذات الجودة العالية والإنترنت ليس عن طريق الواي فاي ولا الفايف جي، بل مباشرة عن طريق القمر الصناعي، والذاكرة 2 تيرا بايت وأربع كاميرات بدقة 4K ومقاوم الماء والصدمات كغيره من التليفونات. جميع هذه الميزات وغيرها الكثير ستكون متاحة بسعر يتراوح بين $800 إلى $1,200، وربما ستكون هذه الضربة القاضية لشركات الهواتف الموبايل، طبعا شركات التصنيع وشركات التشغيل GSM Operator، هاي من جهة. ومن جهة أخرى حتى شركات مقدمي الإنترنت سيصابون بالضربة القاضية ربما. في الخاتمة، إن أهم ميزة لهاتف تسلا مخفية ولم نتكلم عنها، أنه سيكون قادر على العمل في أي مكان في العالم وفي المناطق الوعرة والصحاري الخالية من أي إشارة لشبكات مشغلي الهواتف وحتى البحار الواسعة بدون الحاجة إلى تغيير السيم كارت أو مشغل الهاتف في كل دولة. وهذه ميزة كبيرة جدا لملايين من الناس. هذا يعني الحصول على رقم واحد بسعر المكالمة المحلية ويحتوي على إنترنت سريع جدا. الميزة الثانية الخفية والخطيرة اقتصاديا أن شركة تسلا ستسحب البساط من كل شركات مشغلي الهواتف الحاليين في العالم، ونحن نتكلم هنا عن صناعة تقدر ب $2 تريليون أمريكي، حيث سيستحوذ عليها إيلون ماسك كما يحاول الاستحواذ على صناعة السيارات. واستطاع بفترة قصيرة تجاوز القيمة السوقية لجميع شركات العالم في السيارات من خلال شركته تسلا للسيارات، ووصلت القيمة السوقية لشركة سيارات تسلا حوالي $1 تريليون، أي أعلى وأكثر من القيمة السوقية لجميع شركات السيارات في العالم التي بعضها تعمل في مجال صناعة السيارات منذ 100
500 سنة. أما النقطة الخطيرة والتي لا يتكلم عنها أحد والمخفية، سيكون مركز تقديم هذه الخدمات ومرور البيانات والتحكم بها سواء كان الاتصال العادي أو عن طريق الإنترنت، ستمر كلها من مقر الشركة في أمريكا. وهذا معناه أن أمريكا ستسيطر وستراقب كل الاتصالات والبيانات في العالم وحتى الدول الغير صديقة، دون الحاجة إلى سؤال مشغلي خدمات الإنترنت أو الموبايل المحليين أو طلب أي معلومات من عندهم، لأن ليس لديها السيطرة على جميع هذه الشركات العالمية. سترجع السيطرة إلى أمريكا، مثلما ترجع الآن سيطرة أمريكا على صناعة السيارات بعد أن فقدتها لأسواق أخرى ولمصنعين آخرين. وهذه الميزة الضخمة والمهمة ميزة لا تعوض بالنسبة للحكومة الأمريكية، ولذلك على الأغلب ستقوم الحكومة الأمريكية بدعم إيلون ماسك مباشرة أو بشكل غير مباشر بهذا المشروع، كما في المشاريع الأخرى لإيلون ماسك والتي ستقوي القوة الناعمة لأمريكا. وسنشرح أيضا في الحلقة القادمة أهمية مشروع أقمار ستارلينك التي تقدم خدمة الإنترنت لهاتف تسلا للأمن القومي الأمريكي أمام أعداء وحلفاء أمريكا، وخاصة في المرحلة الحالية بروز صراع بين أمريكا والصين، وأيضا تحسس الصين من مشروع ستارلينك الذي يقوم به إيلون ماسك. لأن أغلب الدول المغلقة التي تمتلك شبكات خاصة بها للإنترنت أو للموبايل ستفقد هذه الميزة وستصبح مراكز الخدمة لهذه التطبيقات والموبايلات في أمريكا فقط. فما رأيكم؟ إذا كان لديكم تعليقات أو اقتراحات يرجى مشاركتنا بها ليستفيد منها الجميع. شكرا جزيلا، السلام عليكم.